يو سو جايز، بخير عليكم، معكم حمزة خمسي في نيو باك رياكشن. واليوم نهائيا ما كنتش غادي رياكشن كيف العاده، ديما كنت ديموتيفا ما كنكش ندير رياكشن. المهم هادي ديال 12 اللي تقريبا الوحده، غتفكرت انني غادي ندير رياكشن تاع التراك ديال ميستر كريزي اللي حضرت قريبا، صارت 30 دقيقه ميستر كريزي ديال ميري عنده فيت مع ويس. غندخلوا نديروا رياكشن، ولكن قبل شنو السبب ما كنتش ندير رياكشن اليوم؟ وكنت كنتفرج في السيزون الاخرى ديال لا كاسا دو بابيل، اللي هي السيزون 4 ماشي السيزون الاخرى، ولكن المهم هي السيزون اللي تحطات دابا جديده، يلا تحطات اليوم مع تشات سبار. لو الناس اللي باقي ما تفرجوش فيها نصحكم سيروا تفرجوا فيها، لانه واعره واعره بزاف وتستحق المشاهده صراحه. والناس تيقولوا ان لاكاس بابيل الاحمد سيرين، كتب في كومنتير ونجادلوا انا وياك شويه. تو جايز ما نطولش بزاف، ندخلوا في الرياكشن، وما تنساوش لايك وسبسكرايب شير الفيديو مع جيرانكم. ليتس جو. هنا كيبان في الصوره، كيبان كيراه طلع العالم ديال المغرب زعما وقت العالم في امريكا. اف بي اي دابا غادي يجيب لي دابا خصنا نلاحظو قد يكون شي كلاش الكريز مع الله اعلم، يعني انا فهمتي نايضة نايضة شاعلة بيناتهم، وغادي دابا نشوف بيجا دم بيجا هاتي كابيس هاني القوات خويا كان تحب في ليجاسي نعزيمي كان جيب فلوس شافوني راب حضروا نفس الموت خوتي محسوبين انت ما بسوش شطان قال لي اسخر لما عجب الصوت سامح لي باش مخال سامح هاي مشي ميستر كريز اللي كراني هذا الويس عندك شتو الدعقة ديال القشا كتكبر شكون لي فساد فداك الوقت غنشوفو لي واكراش قاوين موجو كاملين كديما فاك اوين بيجا دم بيجا بلي بحال هكا لاشر الرابا كاملين فهاد اللحظة قال لهم داوين خاويين كيموتو كاملين، يعني كلهم انا اي واحد كيدير راب راه كيحط في يوتيوب، تو قال داوين خاويين في يوتيوب، يعني كاع اللي كيدير شي حاجة في يوتيوب راه غير كيهضر، يعني كلاشا كلشي. هاتي كاميس هاني القوات خويا كنتحب في ليجاسي بيليكان بيليكان مروكي بحالنا في بيليكان 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 بحالنا عايشين المهم تراك سميتو ميري كان راه غير ها هو فهمتي باش غير هذا كان ميري هو راه الجمع ديالهم هو ميري كان خاصكم فري لا باغي تانتا توصل شحال من فيك فريت حنا في الصح وغينصل واش هنا كيكلاش كريزي ما كلشي غيطيح وغينصل كاع لي مصور غينصل بغيت هو ذكر ديال كريزي ما راه غادي نعاود نشرح البلان التفاصيل في واحد الفيديو غيكون خاص ونقولو شكون اللي عنده الحق شكون اللي ما عندوش الحق راه ديجا الفيديو اللي فات راه بين شويه سو راه كيبان ان مستر كريزي اللي شافر سيتو سو فهمتي راه باين وديجا كان شافر لي تراك ومحاهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش ديجا مستر كريزي كان شافر لي تراك ومحاهم ولي فان ديالو خليكم تملحو اللي مقود يبقى واخا غنموت في الزنقة واعطيني كاس وزيدني كاس ولكن واخا داكشي كامل ان ما كنلقى حق ديال ترابور ما كيبقى عندي مع تراب يعني خصني ديما خصني نكون منصف لاني كنبقى ندير رياكشن يعني خصني نكون منصف مع الوابا كاملين حيت الا جيت نكون عزيز علي واحد رابور واخا يكون ظالم ولا واخا يكون ظالم غادي نمشي معاه كي ظالم كي مظلم سو ما خصناش نكون بحال هكا شوف مع الحق وصافي عطاري نعيش جانا بحالو لما بونيش عساري معاو عساري معاو مانيك حيت ماشي رجال مانيك باغي مني نموت مانيك وانا باغي نعيش مانيك عينا ما كيش نو كيجي بقى فيا بماني عينو بسطوني قام قول صعب امشي لا محتار مونيش بغاوني نموت مبغاونيش نعيش بغاوني مقزب مبغاونيش نربي الريش هنا كيدوي على داك هنا فهاد النويطة اللي قال لهم بغاوني نعيش مبغاونيش نموت بغاوني نكون المهم هاديك النويطة راك سمعتوها كيدوي مع داك الناس اللي تيقولو اه ميستر كريزي تغير تبدل مي حالة طبيعية اي رابور غادي ملي تدخل الفلوس غادي يبين غادي تبان عليه حاجة طبيعية وانه في الاول كان كيدوي على مواضيع ديال الدولة وبزاف ديال الامور من بعد ما دخل السجن وخرج
شو دار فلوس وقلب المواضيع اللي كيدوا عليهم. سوا قال لهم ما بغاونيش نرب في الريس، يعني ما بغاونيش نعيش انا حياه كريمه. اي واحد كيدير في مجال الراب اهم حاجه عنده هي الفلوس، ما يقول ما يكذبش على الكذاب ويقول لك باغي شي حاجه بزاف، كله ما همو هي الفلوس. سوا ما كحصل على الفلوس راه غيقلب على كلشي. هادشي اللي كاين. فلان ديال التراك هذا ناضي زيد شويه فهمتي عنده فلان ناضي. كنتمناو يكون الشاطر ماشي وحده. Crazy guy, crazy was, crazy guy لا crazy was, crazy and the passport, crazy and the passport. تيامي عندنا الباسبور اخويا تبكت. خوفي نفسك باغي تلعب ما مهنيكش نا هاي تريوك مون فاهم مون يو عطير طرق كامل قاس كتسنى باش فهمتي الطالق تطلع مي كله غادي مدان غادي ستابل شي حاجه زوينه. انا تراك زوين يعني فهمتي مخدوم في الفلو في الميكساج بزاف تاع العيبات صافي شي حاجه زوينه. كيف ما قلت لكم انا كنبقى موصف وكارو با زين عليا وكارو ماشي زين عليا كارو با اللي كيعجبوني الاعمال ديالهم كنقول راه عجبوني ما عجبنيش العمل ديالهم كنقول ما عجبنيش كنكون صريح مع الانسان معكم نتوما مع الانسان كما كتشوفني سواء كنكون معكم نتوما صريح باش نقول لكم كيدير التراك هذا سوري شحال انا سالت عجبتكم خليو واحد لايك ابوني بارطاجوا الفيديو مع جيرانكم. شكرا على الكومونتات بزاف ديالكم كل مره كيطلع لي كومونتير جديد وكتحمسوني بزاف وملي كيخلوا لود ديال فيديوهات كل نهار كندير فيديو. سواء كنتمنى ان قادما لي كومونتير ديالكم ديما لي موتيفاسيون في الكومونتيرات راه مفتوحين اي حاجه كتبتيها راه ما تخسرش من وقتك بزاف. ودير معك واحد لايك بغيتو دوزوني انستغرام تقاو في الديسكريبشن بين وصور معك اقرب وقت في دابا 3 كات تقريبا تبا نوصلوا ربعك اقرب وقت. كنتمنى اننا نوصلوا كنتمنى يزيد واحد الفاتيو الناس تطلع. كان معكم حمزه خيمتي تهلاو لي.